كان واقع قاعدين نخدموا الدستور ده ستوب لحاش لا الدستور لا حاش بحد شيء باش حاش انا اليوم حاس اليوم ساعة نطهر البلاد وبعد نبدا في كتاب الدستور، لأن الدستور تنجم تكتبه يا أخت لبنى، وتنجم تكتبه الترويكا، والناس بيكتبوا البرلمان الكل، وبعد يجي شكون باش يقطع حكم الدستور الكل. اللي قاعد توا يخدم الحكومة الموازية، وماهيش موازية ما نقولش موازية لأنه تفوت الحكومة هذه بشوية القدرة ونفوذ على الحكومة الشرعية. هذه احنا الناس الكل يا إما خوف والا رهبه والا نعش شريهم هذايا كمال طيب. نقول كمال طيب مش شخصه بركة، شخصه والعصابه اللي معاه. علاش هالقداسه اللي عاطيها المجلس التاسيسي للشخص هذايا ما نجمش يتجرا وباش يحكي عليه كيما حكى وقصوا على موضوع ولا الموضوع بتاع الجلسه مثلا ساعه اليوم ويدخلوا فيه حاجات جانبيه او حجابه او طرشنيه. زاد اليوم لازم نخرج سيدي من الاطار الاصلي بتاع موضوع الجلسه ونطرح قضيه كمال الطير اللي هو ما يلزمش يكون فوق القانون. اللي انا توا قاعد احب نبني قانون الدستور يلزم نبداها بدايه طيبه. شنو بدايه طيبه؟ محاسبه كل من يحاول يعرقل هالثوره هذه. ثم ثورة، ثم ناس قلت لك ماتت، ثم عباد تحب تركب على هذوكم الكل وتنسينا وتعتبرها جريمة هالثورة هذية ويخدموا في خدمة عملاقة، وخاصة أنتم منكم فيكم التكتل نحيكم في أعضاء وخذوهم للحزب هذايا المرتدة. نقولوا احنا هالثورة المضادة. إذا نقول أنا قصيرة ولا العصابة اللي معاها زاد شكونهم هما؟ هما اليوم اللي دافع على كمال الطيب، هما من عصابة كمال الطيب. انا اليوم كتكت حق نرفع في قضيه. انت اختارك الشعب مش بالنسبه بتاعك، اختارك بالنسبه بالانتماء بتاعك. انت اختارك الشعب حتتكلم في الرأس القائمه، وهو جاء قال انا مش اختار التكتل مش باش اختار قصيره. كيفاش اليوم نسكت عليه نخليه ينسى حبه ويدخل حزب اخر رفع قضيه وهذاك يتم السحب بتاع ويتعوض بعنصر اخر من التكتل. هذا الاصل كان شيء فعلا انا هنا فوري في المجلس التاسيسي. مش نخلي حزب ثورة المضادة يعمل كتلة كاملة وأنا قاعد أتفرج. يعني عار علينا احنا اليوم. أنا قاعد نخسر لكم أنتم مجلس تأسيسي. كان جات اليد تدخل في التلفزة راهو كل الأعضاء كلهم خرجوها من غادي. علاش؟ لأن أعطينا فيكم الثقة صراحة وخدتوا ثقة فشنو في سكوتكم عن الظلم وتشوفوا فيه ولا بحذاك الظلم ولا بحذاك. أعضاء من المجلس التأسيسي شو اسمه القصاص وغيره إلى غيره. نداء تونس كلهم نداء تونس 70 نداء تونس. إي هذه عصابة وليد عصابة نداء تونس. كيفاش نسكت نسكت عليه؟ نجم نتكلم تفضل. راهو شوف ثم الإحساس وثم الواحد يحس بالظلم وثم القانون. مش كيما تتفرج كيما تلعب. لا سمحني سمحني كلمة صغيرة تونس برك كلمة قانون خاطر تسكت عليها. ثم نظام اللي احنا توا شنو باش نجموا نعملوا توا اليوم؟ شنو نجموا نعملوا بالنسبه للحادثه اللي صار توا عندنا القانون اللي عملناه كما يقول سي مصر. عملنا قانون على حساب النواب ديزونج يعني ليك فهمتني. نظام الداخلي اليوم ابسوليومون يلزم يتنقح. توا احنا بالنسبه هذا اللي صار شنو نجموا نعملوا؟ لازمنا اول حاجه بطريقه استعجاليه نحطوا قانون اللي يمنع منعا باتا واللي بالعكس يعني يمنع واللي يخليهم هذوما جماعة تقوم بهم قضية وغيره. ولكن العباد اللي ديجا مشاو اليوم تحب تعمل لهم هذاك. ولكن ثم قانون القانون مالوغوزمون اللي موجود. أنا تعرضت على عنف وقانون ما 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 اليوم القانون النظام الداخلي ما يقول حتى شيء. عادش بيه تعرضت للعنف ما ثم حتى شيء يخول للنائب هذايا مثلا يقدم أي اعتذار مثلا. يعني قانون الداخلي يعني فيه ثغرات رهيبة تعمل أول ما بدينا في المجلس اليوم يلزم القانون هذا يتبدل. هذه النقطة الأولى اللي بالمجد معناها الأحساس اللي عندنا بالنسبة لتكوين كتلة جديدة وتكوين حزب جديد اللي ما صارش يعني خيانة للانتخابات خيانة كبيرة وخيانة للديمقراطية. يعني مش ممكن أني اليوم أنتخب حد تقلب سيئة مش نعمل في حملة انتخابات لو نشريه وهي هكا معناها الأصوات من بعد نشريه الأصوات في النواب. يعني تخيل معناها وين الثورة متاعنا وين وصلت وليت معناها شراء أصوات وشراء النواب في المجلس. وهذا حقيقة معناها عار على هذا المجلس ومش نجم نقبلوه يلزمنا. ولكن هذا كيف ديما أدوانا هو القانون. احنا مؤسسين احنا نبنيو في دولة قانون
ما نجموش ليه باش نرجع للطيب سيد النائب. طيب الطيب الطيب ليه القانون الداخلي اللي عملوه فيه ثغرات الا غالب عادي عادي يلزمنا معناها هذه باش نتفاداو الشيء اللي صار هذاك بخصوص الانسلاخ نتاعنا. طيب نرجعوا المنظومه كامله نتاع التجمعيه اليوم راهو مش على انسان تم عام شفنا فيه القضاء شنو قاعد يصير انت كان يخرج الفلان الرموز نظام السابق اللي معروفين اللي معناها سرقوا وعذبوا وعملوا كل شيء خرجوا علاش مش فايدة انت باش تعمل تحكي عليها وتلزم القضاء كانت قضاء اليوم ما عندوش الاليات والامكانيات وانه باش يقوم بدوره كقضاء مستقل كقضاء عنده معناها هو نفسه هو يلزم اصلاح ديجا القضاء هو اليوم يلزم اصلاح شنو احنا علاش نحكيو على العداله الانتقاليه هذه العداله الانتقاليه العداله الانتقاليه هي هذه باش كما تقول باش تنبثق بناء القضاء باش تبدا اونتيتي انديبوندونت نتاع جوستيس اللي هي باش تنظر ملفات لجنه معناها مستقله ما تكونش منبثقة معناها من أي هيكل توا موجود اللي هي باش تنظر في الملفات هذه بطريقة موضوعية بطريقة عميقة جدا لأن نعرف اللي سخايب انتي ملفات من القضاء قضاء زادة هو بيدو الملفات ما يلقاهمش باش يجم يحكم على عبد هو بيدو يقول لك أنا الدوسيات الكل من نجمش يعني فارغ الدوسي فارغ معناها دوسي فارغ الطيف دوسي مش فارغ دوسي ماهوش فارغ دوسي في تهمة التآمر مش إنسان هذا راهو هذا الدولة أعطينا رأيك بكل صراحة في موضوع الطيف وأنت كنائبة في مجلس التأسيسي أنا كنائبة في المجلس التأسيسي بالنسبة لي كل من رموز النظام السابق اللي هما معناها قمعوا واللي هما يعني ثبتت فيهم ايوه بياسيو ثبتت فيهم وعندنا الملفات اللي في القضاء يلزم تطبيق القضاء وهما الاولانيين هما الاولانيين لانه اليوم راهما معناها المواطن ما عادش عنده ثقه راهو ثم فقد الثقه تي عندنا ثم اليوم عشرات من الاشخاص اللي هما في الاول حلقه في نظام بن علي معروفين هذوما كان العشرة أشخاص هذومنا قمنا يعني عنده القضاء الملفات باش يحكمهم وباش يقوم بالمحاكمة عادلة ومحاكمة يعني كما يجب بالنسبة ما بعد الثورة راهو حتى المواطن يرتاح ترجع له الثقة قمنا معناها ما صارش صارت محاكمة صارت حتى محاكمة راهو مش معقول يعني اليوم العدالة الانتقالية مش نوصلوا العدالة الانتقالية ككل أنا أقول نبداو بس نرجعوا ثقة ومن بعد خاطر علاش خاطر عنا قضاء يلزمنا يلزمه هو بيدو هيك لو أصلاح عنا قوانين يلزمها أصلاح على الأقل ابدا بأول معناها دائرة ونبداو معروفين وعندنا ملفات سيد النائبة القانون عليها سيد النائبة في المناسبة هذية وانتي موجودة في الكرم وإضراب جوع والهدف منه إسقاط الطيف وأزج به في السجن بالطبيعة أمام مؤسسة قضائية خاطر كان الشعب التونسي كمل الثورة متاعه ونص الثورة راه تلقى الطيف ما تلقى حد الكل على كشا راهي مشيت لذلك هو الفكر الثوري هو القطع مع كل الماضي بما أن نحن شعب معناه عملنا نص ثورة بما أن شعب سواديزون متحذر يعني ما صلتناش عليه الحكم الثوري نحن نطلبه منك اليوم تبلغ صوت الشعب التونسي تبلغ صوت هالمضربين عن الطعام بخصوص كمال الطيف الإضراب من أجل كمال الطيف وشنو النقطة الأخرى أخوي ومثلا يقال عند الأخيات المضربين عن الطعام في السجون للسلفين اللي قام في حال ثراء والتعجيل في الإجراءات القضائية السياسية دول اللي هو كمال الطيب ماهوش فوق القانون ونحن نحبوا نبنيو دولة القانون وفي قضية اللي هي تأمر على أمن الدولة الداخلي تأمر على أمن الدولة ظهرت تأمر على أمن الدولة ماهيش في قيمة تاع واحد وياخذ بعض السفارة يهزوا واحد ويضرب جوا ويموت فما اللي ما عندهمش حتى دليل على الدولة يعني ما فيهاش الشك برك نشك شوية برك أكيد في أمن الدولة راهو شي حاجة يهز ما بالك هذايا بالأدلة والإثباتات والمطلب الثالث هو التسريع في إصدار قانون العزل للتجمعي يعني كان مطلب مشروعة مقبولة مطلب بتاع شعب كامل فعلا اللي هي
نحن هم على البيت هذي والناس وقتها تخدم. انتم ما بيدوش تخدموا مرتاحين، انتم مش تخدموا مرتاحين. الحين مع السما اكل مضاد اللي تعطل وضربات واحتجاجات والكراسيه هذه كلش في حاله. علاش؟ لانه هذا كل تديروا العصابه هذيك. علاش احنا تونس خاطر انتم اول ما دخلتوا للحكم كنت تعتقدوا يعني برشا امور تمشي عاديه. تقرات عقدت، علاش تعقد؟ العصابه هذيك الاطراف هذوكم خليتوهم ضربوا سيدي وعقدوا لكم اكثر. انا يا اخوانا حاسبهم. نحاسبهم بالقانون. شوف نحاسبهم بالقانون. آمل باش ملف الطيف معبي. ملفات وملف وثم معناها ما يثبت الإدانة والخيانة وغير وغير وهذيك حاجة. ولكن باش تاخذ حلقة التجمعيين وباش تبدا توسع في التجمعيين اللي هما باش يتموا على أقصاء المقال الآخر ونمشيو نحكيو على قائمة سوداء. أنا شخصيا شوف اللي ينجم يكون أقصاء العبيد. أنا شوف اللي يلزم القضاء يلعب دور. كما قلت ثم دائرة أولى